مجرد ما يسمع أي مقطوعة موسيقية تحصل يوقف ويبتدي يسوي إشارات نفس المايسترو. لين بالصدفة كان في مدرس قال لي هالولد أثناء موسيقية، وأنا ما كنت أستوعب يعني شو معنى هالكلام، لكن حتى إنه فعلا عنده اهتمام فظيع بالميوزك، مجرد ما يسمع أي لحن على طول يحاول يتم يسمعه يعني. الحواس اللي عندي حاسة الأم معروفة بعيالها، لكن أحمد طور لي إياها لدرجة إني أنا صرت فعلاً أعرف، لأن ولدي عنده صعوبة في التعبير عن نفسه، عنده صعوبة في الكلام للآن، فأنا أعرف حالة أحمد من طريقة عزفه على البيانو، أعرف إذا هو زعلان أو حزين أو معصب أو إكسايتد أو فرحان، كله أعرف من طريقة عزفه على البيانو. البيانو وكانت الصعوبة اللي واجهتني إني أحس المدرس بيانو يقبل أو يآمن أن ولدي فيه من أمل إنه يتعلم شيء كثير، بس كانوا يقولوا لا ولدك غير قابل للتعليم، طبعاً غير حتى المدارس اللي كانت ترفضها من عند الباب يقول لي إحنا ما نقبل ولدك غير قابل للتعليم. بدينا اول ندرس موسيقى لين اليوم احنا وصلنا في احمد الله. احمد حاليا طبعا اكيد طبعا يقرا نوتات موسيقيه